السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أنا أعلم أن مسألة إخراج المال صعبة وهذه فطرة في الإنسان، لكن لما الواحد يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وهو القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة بل تزيد، فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى واعلم أن كل ريال راح تبذله في شهر الخير والبركة في شهر رمضان أن أجوره مضاعفة، وأن الله سبحانه وتعالى راح يضاعف لك أضعاف أضعاف ما أنفقت، سواء حسيت فيه في هذه الدنيا أو جعله الله سبحانه وتعالى مدخرا لك يوم القيامة. فالله الله لنضرب سهم في أبواب الخيرات والبركات في شهر الخير والبركة.